بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغورينك وحانوكم هذا علينا يا الله سبحانه وتعالى نجوجي مرحلة آت كوقيمها بدن وحان كلوم هذا علينا يا قدوميها يا قدومي بحقيقة سامع هذا وحان كلوم هذا علينا يا عميد كأمدين ككلية الشريعة الشيخ الدكتور أحمد سامع إسماعيل مير وحان كلوم هذا علينا يا والدين تيدا وحان كلوم هذا علينا متشرف تآت كوقيمها بدن هذا وحان كشف اللي قدونا قصيدة صومالي وأنا قلت لك أن حفلة لقيس هابون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم هدي ويو أمن نبض ويو أرداقي نباليو وبعدي نلكيقيو إلميه سمانتان كأرور يايو ومدن أرهضن بان وبقول يايو أرلقى رساتيو وبك لغو أسقيان وبحقون يباربحة كأبور يايو عدوى بديلك وحول افتيمان وطلال ياو إرئي السمانيو إسلاح إيه ألف يا أردانيو إرئي السمانيو إسلاح إيه شيسيو أهنتي دو تاسي كوافتي سنتها يو أدو يلن هيانتي أدو كيدي سيدتي أولتي بحرتي أولوتي اللحاها يو أوغد أقورتان أشيدي هيايو أوقتاشي تابو أمكو بكلاليه inaan iyo barbaariyo oday iyo islaan iyo aqoonyanka joogow ogaalka intee yahay ninkii ayra maale asaan aayad baranow aqal dubuma gubadaad ka agtaa haysaaye orod buuga qaado aayada la qibo oo idaajaa ku fiirso aakhiro ku hawlgudo أبوكنا مغالي واتمعت لك أبوكنا مغالي أنا أرمي من نبيعني دي فاتكو لا يوجي دي لحل الله ما مضي تي سايف تيمتا أعرف كيك حيسي أوكتي وسنفاي دي سايف تيمو أرلي إي عبدايو أفر يطلنا دي إذا يا أقانتيو إيس الله راري دي سايف تيمو أرلي إي عبدايو أفر يطلنا دي إذا أبانتيو إيش الله أروراي ومسكي هراتكيو ومنانت قوياي أفر يسغال تر أبصر يسغال أبصر يسغال أبصر يسلام بان إفكا كون حديقا يا وإفكا كون مدريا أبو الحلقة أبدو إفكا أنا شديسيو إذا أبرالها وإبلغ أبرارتيو إفكا يدالواويو ودنها يبالو إفكا سمكا قاتيو أمي يا رساسيو أي فات كدريديو وبلو كتيف سوي أنا وفت سيترة إلها البيها أنا الكيوها استاء أسمى لها نقاطو أم بطو هبيدة أقول يا سيجارة دا إفك لغوها انتايو أري لغوكو فيا وكان أمامرو أودي أن كسوهو ألا سمك هدون بان إريال إنا أولي أدوغنا ورالو أقبل سيما تشوفتا آمين مليد هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ستي. شكرا للأخ الفاضل وفي الأخير نترككم بهذه الأنشودة. في لاس عنود أتوج من نوغالا أتخرج في بلدي عيش طيب لا أحزن كي أتفرج وطني يوجد فيه كل جميل بهيج وبه مسقط رأسي وبه كنت أموج فلماذا أركب بحرا يغرقني هذا الموج ولماذا أرسل صرخات نجدات ونشيج ولماذا أترك بلدي يطعمني ذاك العلج ألفقر لا والله ما للفقر ولوج أنهاري زادت طولا
منها الماء يروج أسماك وبحار نعم حيث تعوج روضات وحدائق وديان وخليج جبل من إسمنت فينا النفط يهيج يا صومال بلادي يا صومال بلادي أم بنيك مريج أرضي قلنا تبيس أرضي قلنا تبيس بدأ يفتح يا الله لغضب في العرض نورا تسين أرتو حروب على هذا كبعدي صحافة دين نور شو بتاعي صحفي العرب يكون الله مسلمين دانا يدك قادة أوركي الصومالي كلية فوب حيا بالعربي نادوك كقارو صحافة دين أوركي كقادة ويدك عسيني مرة واحد حال الله يا لوقداس أرد الله سبحانه الله سعره إلى معاد كيسون ساري إلى هذا الديوانجليت يسوي فرنتاي كان معاد مقال بقول ما دوتان وقيب ثابرة يقيب دبلوما لما دبلوما فري وما دبلوما دوتان وحن مركز هذا الكوسر دوري دونا قدوميا كان معاد جوليس إسماعيل أسكر حسين فليتفضل الحمد لله رب العالمين بالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا شام عبد النقال نقل لك فريان وضياشا بأخورك دوميك حقينك شام عبد دوميك حقينك أما دوميك شام عبد إليس دوميا رشاد كوالكا أغاسيما تي في غا سوم نيوز بات شرف ككلا إماشا نسوكتني أردو ذا قلن تي في سي والدين تا